قام ناشطون عراقيون بالسخرية من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بعد أن قال في مؤتمره الأسبوعي أن المخدرات تدخل إلى العراق قادمة من الأرجنتين، وقاموا بوضع اسم الأرجنتين مكان اسم إيران على الخارطة. دعونا نشاهد. اليوم في المخدرات مثلا اللي هي ظاهرة كبيرة، يعني تحاول أن تمتد، تأتي من الأرجنتين إلى عرسال، تنتقل عبر سوريا، تدخل العراق وتؤسس لنفسها في العراق شبكات مخدرات، ويتم استغلال الشباب وكسب أموال هائلة على حساب حقيقة هذه القضايا. يذكرنا هذا التصريح بتصريح أحد القيادات الأمنية سابقا أثناء العمليات العسكرية الدائرة مع تنظيم الدولة في العراق، حين قال إن عربة مفخخة جاءت من مدينة الفلوجة أو من محافظة الأنبار بشكل عام وفجرت في محافظة البصرة. والجميع يعلم أن العراق مليء بهذه السيطرات ونقاط التفتيش والحواجز التي تعيق طبعا الحديث عن الإنفاقات بالمليارات على أجهزة كشف المتفجرات. هذا أيضا الموضوع يشبه ما عرض سابقا وما تحدثت به القيادات الأمنية سابقا، 8000 ميل تفصل ما بين العراق والأرجنتين، تأتي المخدرات من هناك بهذه الدول وهذه الحدود وهذه النقاط التفتيش وغيرها لكي تصل إلى العراق.